رحب محمود الخطيب نجم الأهلي السابق والمرشح لمنصب رئيس النادي الأهلي بالانضمام لوفد من الشخصيات العامة لزيارة بئر العبد لتقديم الدعم المعنوي لأسر الشهداء وتوجيه رسالة قوية أن مصر لن تركع أمام الإرهاب. وأعرب الخطيب عن أسفه للحادث الأليم مؤكدا على أن مرتكبيه هم قلة لا دين لهم، مشيرا إلى دعم كل الشعب المصري لمؤسسات الدولة لدحر الإرهاب الأثيم، ومؤكدا أنه قام بإلغاء الندوة الخاصة بقائمته مساء الجمعة بعد أن علم بالفاجعة أثناء دخوله فرع مدينة نصر، ورفض أي مظاهر احتفال والوقوف دقيقة صمت تضامنا مع أسر الشهداء. واختتم نائب رئيس الأهلي السابق بأن قائمته قررت إيقاف أي دعاية انتخابية طوال فترة الحداد.